أنا فهمت عليك، عم تساوي فيني مقلب ما هيك؟ يا مهضوم، بس هالمسحة حلوة. بس أنا عن جد عم بحكي. عن جد؟ فهمتي علي؟ يعني قصدك أنا وأنت؟ كملي. شو بدنا نكون يعني؟ نحن رفقات طبعاً. طيب، مثل ما بدك يا رفيقتي. تعرفي إنه قصتن حلوة؟ لبقانين لبعض. مراد لما قال لحياة إني بحبك من كل قلبي، شو بتكون قالت له حياة برأيك؟ بتكون قالت له أنا كمان نفس الشيء. لا، مو هيك. أنا كمان بحبك وبأعلى صوتك كمان. ليش؟ لأنه إذا في طرف قال للطرف الثاني بحبك، فالطرف الثاني لازم يقول للطرف الأول وأنا كمان بحبك ويرد له إياها. كل العالم وين ما كان وبأي بلد كلهم عندهم هذا الوضع نفسه، نفس الوضع. أنت بس أنت مختلفة. ليش بني أنا بالله؟ تفضل احكي حاجة بقى. مليت. بس أنا يجي على بالي بقول، وإذا ما بدي ما رح أقولها. شو هي؟ إنك بتنحب. بنحب من أي طرف؟ من أي طرف يعني؟ أوف. طيب ركزي شوي وجمعي كل أفكارك وقولي لي إياها دفعة واحدة. أنت بت أحب موتك. والله بدي موتك كرم، جاي على بالي كتير. لك ما عم تفهم إنه أنا ما بحب الرومانسيات السخيفة؟ لسه كل دقيقة مشاعر وحنية. حاج بياخة بقى، ما بحب هالشي، مو حلو. المهم بالنهاية إنه أنا بعرف شو اللي عم حس. طيب احكي لي شو اللي عم بتحسي؟ نوبة غضب بهاللحظة. تقل حالك شوي واستحي عدمك. الشباب والبنات كمان عندهم قلب وبيحبوا، يعني شي طبيعي. بسيطة. شباك كرام، ضايقت من حكي ما؟ لك يا أبضاي. يا كرام عم أحكي معك، رد علي. شبك؟ معقول زعلت كل هالقد؟ هاي رد علي بقى. بس أنا مو حابب رد عليكي. ليش؟ هيك ما في شي. لك كرام خلص لا تعمل هيك، لما بتعصب بتصير حلو كتير وأنا ما بتحمل ابنه. يلا قولي معناتها. شو قول؟ إنك بتحبيني. شو هاي أوف؟ قال أوف قال. لما أنت بتزعلي مني وبتسمعيني حكي أنا بلومك شي مو بضل ساكت؟ بسكت لما تزعلي مني. طبعاً ما لازم تزعل وما لازم تقسى علي أبداً. يعني أكيد رح يجي يوم ورح كون فخورة فيك كتير وكون فاتحة قلبي كله إلك، وقتها رح أصرخ بحبك. لا ما تصرخي مشان صوتك، بخاف صوتك ينبح وما أرجع أسمع منك. مو لهالدرجة. اللون الأسود. طيب الأكل؟ السمك والجاج. والبلد؟ أكيد طبعا بلدي. المدينة؟ فانكوفر كندا. لازم نروح لهنيك مع بعض. طيب العشاء؟ حلو كتير. الحياة؟ أنتي الحياة. يلا هلأ صار دولي. بس ما بصير تخوفني بأسئلتك مراد، وما تصعب علي. الورد الحقيقة بحبه بمكانه، يعني من دون ما ينقطف. فزعل كتير لما بيدبل وبحب ريحته، بس أنواعه ما بعرفها. نوع الساعة اللي حبيتك فيها. بس ما بيصير جوابك هيك كتير مختصر. وإذا يعني
أنت سألت وأنا جاوبتك. بعدين أنا ما كذبت عليك أبداً، قلت لك بحبك. إذا هيك اقتنعت ما بتصدق قديش مرتاح. بحبك كتير. يا الله مو معقول لك، شوفوا قديشون حلوين هيك. لك شوفوا هالشوفة، آخر مرة كان نايم هالنوم المريحة يمكن كان عمره 4 سنين ما أكتر. غرقانين بالنوم، شكلهم ما ناموا لوش الصبح. إيه كله من تعب الحب يعني، والله الحق معه. بس عن جد يا جماعة هذا أحلى منظر حب شفته بحياتي كلها ياتا. تعرفوا بدي أخذ هلأ سيلفي ومراد وحياة نايمين خلفي. ولا غلط يا كرام، خلاص بقى. صباحو. شوفي صح النوم مراد بيك. شو هالنوم الحلوة، شو هالجمال والرومانسية هاي. انتو شو جابكن لهون؟ حياة، حياة في ايه حبيبتي؟ انتو شو جابكن؟ مثل ما انك شايفة حبيبتي، يعني قديش حضرت مسلسلات وأفلام بس أنا ما شفت هيك حب بحياتي. شو هالحكي بيسان واللي بيناتنا؟ لك القصة مو بس هن، نشوف هالمناظر البحر والغيوم شي بجنن كرام. يلا يا عصافير الحب، نحن صار لازم نروح، وأنتوا صحصحوا على مهلكن والحقونا. حبيباتي الله يحميكن، شو حلوين. يلا بقى خلصونا قوموا، عم نستناكم، بدنا نفطر سوا كلياتنا. يلا تحركوا. يلا باي. صباح الخير. صباح النور. بعرف ما صحيتي بس عندي طريقة تخليكي تصحي بسرعة. شو بدك تساوي؟ هاتي ايدك. هيك مثلا. اوب. مراد، لا مراد نزلني رح اوقع. Love done on the mind.